فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم المراهنة؟ وصورتها أنه إذا اختلف شخصان على شيء ما فيقول أحدهما: إن كان هذا الشيء كما قلت أنا فلي 100 ريال منك. والعكس يا أخي الحديث، خل الحديث قاعدة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فقط. ما يجوز أخذ الجوائز إلا على هذه الثلاث، لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله، وكل ما شابهها من آلات الجهاد يأخذ حكمه، أما ما عدا ذلك فلا تؤخذ الجوائز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.